نخبر العالم الإسلامي من هنا أي من دولة مالي بأن هذه العداوة التي تعاني دولتنا منها من فرنسا ما هي إلا حرب على الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأن سبب هذه العداوة وسبب هذه الحرب بيننا وبين فرنسا ما هي إلا نتيجة سعي الحاد من فرنسا للسيطرة التامة على ثرواتنا وعلى معادننا على ذهبنا وعلى البترول الموجود تحت أرض المالية. نسأل لما لا تقبل دولة مالي أي لما لا تقبل دولة فرنسا أن تتقاسم هذه الثروات كما قسمتها معها ومع تلك الدول الكثيرة هنا وهنالك حتى يعيش هذه الشعوب عيشة هنيئة عيشة مطمئنة حتى ينعم كما تنعم الشعوب الأخرى؟ ألا تستحق شعب مالي الحياة السعيدة؟ ألا تستحق أبناء هذه الدولة التعليم والصحة والسكن والمركب والملكح وغير ذلك؟ ألا يستحق شعب مالي يعني أن يكون شعبا محترما له سيادته كبقية الشعوب؟ لما لا تقبل فرنسا أن تتعامل معنا كما تتعامل مع الدول الأخرى؟ ما هي إلا لعلمها بإسلام هذه الدولة؟ ما هي إلا بعلمها بعلم فرنسا لمكانة هذه الدولة؟ ما هي إلا بعلمها لأهمية وللدور الذي تلعب هذه الدولة في انتشار الإسلام ومواد الإسلام في إفريقيا سابقا؟ فإن دور مالي وإن موقف مالي في نشر الإسلام في إفريقيا عموما لا يجهل على عاقل، لا يجهل ولا يغيب عن من له أدنى صلة بانتشار الإسلام في إفريقيا. إذن من قبل حاربت فرنسا هذه الدولة في لغتها التي كانت اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية في هذه الدولة، ولكن فرنسا جاءت وحاربت هذه الدولة لأن من له علاقة باللغة العربية تكون له علاقة متينة بالقرآن وبالسنة. لأجل هذا فرنسا حاربت اللغة العربية في هذه الدولة. لذلك ففرنسا تعلم أن هذه الشعوب لو تنعمت بنعم الله عز وجل التي من الله بها عليها لتوجهت إلى الإسلام توجها صحيحا. نرى أننا انحرافات كثيرة سواء في العقائد أو في الآداب أو في المعاملات ما هي إلى نتيجة للمشقة أو الفقر وغير ذلك. إذن فمن هنا لا تقبل فرنسا أن تعيش دولة مالي عيشة هنيئة أو حياة سعيدة حتى لا يرجع الشعوب إلى دين الإسلام رجعة تامة ويتمسك بالإسلام تمسكا كاملا مما يضعف السيطرة الفرنسية على هذه الدولة. لأجل هذا تعمل جادة أن تحول بيننا وبين هذه المعادن، تعمل فرنسا جادة لتحارب الإسلام من حيث لا نشعر، ولكن نحن نرى ما تدبر فرنسا. من هنا نعلن من هذا المقام للدول الإسلامية قاطبة
بأن الأزمة التي نحن نعيشها آن شعب مالي ما هي إلا حرب، ما هي إلا حرب فرنسية صهيونية ماسونية للإسلام والمسلمين في هذه الدولة.